عاجل متابعي الكرام، متابعي المصير في كل مكان، اخلاء سبيل احمد فتوح، وطبعا بغرامه قدرها 50,000 جنيه، وتاجيل المحاكمه. ده كان قرار طبعا انتلم بعدها فرحه ويعني تنطيط ويعني فرحه عارمه على قاعه المحكمه بعد اخلاء سبيل احمد محكمه بكفاله قدرها 50,000 جنيه، طبعا مع تاكيد على حضور الجلسه القادمه. ده كان قرار المحكمه الصادر يعني منذ قليل بتاجيل يعني تاجيل احمد ابو الفتوح. يعني انتوا الكرام متابعين المصير في كل مكان، هنكمل معاكم ايضا الحكم القضائي القانون بيقول ايه؟ القانون بيقول ايه يا فندم؟ القانون في هذه الحالة إذا ما اعتبر هناك سبب خطأ والرقص مسبب وهو التعاطي الشيء يخطئ العقوبة تسبب مش كده الحد الأدنى 6 أشهر خطأ والحد الأقصى 3 سنين. وممكن المحكمة تدي براءة في ناحية وإدانة في ناحية. استاذ عادل النهارده يعني هذا القرار من سلطة المحكمة و مانع لديها في أن تخلي سبيله بين تفرقة بين حالة وحالة. هو ليس متهم يعني في جناية الكبرى، ولكن قتل خطأ جنحة ومرتبطة بجناية تعاطي مخدر. هذا التعاطي المخدر قد يكون سبب في إدانة، وقد يكون هو العقوبة التي يقضى بها في حالة الإدانة باعتبارها أشد من قتل الخطأ. قتل الخطأ 6 أشهر، وإذا توافر ظرف مشدد ترقى إلى مدة 3 سنوات. وإن شاء الله هذا القرار من المحكمة، وإذا ما أتت الجلسة القادمة وفيها الصلح إن شاء الله هيكون في قرار كويس للجميع، باعتبار أن هذه المتوفي قد تراضوا وان هناك زجر وان هناك حبس لمده 3 أشهر من شهر 6 لحد او 7 حتى هذا اليوم، فطبعا بمده مش شويه ويكون فيها العصر، والمحكمه في النهايه قد تقضي بعقوبه مع الشغل وقد تقضي بالايقاف. راي حضرتك ايه في رفض الاسره لاخذ الديه لحد دلوقتي؟ لا، رفض الديه اكيد التفاوض معهم ما كانش بالطريقه السليمه، والتفاوض لابد وان ياتي من اشخاص قادرين على الوفاء بالديون، والمتهم محبوس والان خرج. لا الاسره عندها حجه ولا اهليه احمد بن فتوح عندهم السبب الذي من اجله ان يتم عدم دفع الدين. محامي المجني عليه رفض وقال ونفى ان في تم تواصل. ان شاء الله مع اخلاء السبيل ومع تدخل العقلاء سواء في نادي الزمالك او في اهالي المنطقه التي كان يعمل بها المجني عليه المتوفي والمنتقل الى يعني زي ما شفتوا متابعي الكرام متابعي المصير في كل مكان، جنايات محكمه مطروح تقضي باخلاء سبيل احمد فتوح بكفاله قدرها 50,000 جنيه مع حضوره الجلسه القادمه، ويتم يعني اخلاء سبيله ليه. طبعا كان طلب من طلبات اشرف عبد العزيز النهارده في المرافعه اخلاء سبيل احمد فتوح ليجري دفع يعني دفع الديه لانه يعول اسرته الوحيد. وكده متابعي الكرام متابعي المصير في كل مكان، كل وصلنا لنهايه اللايف بتاعنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.